ياسين. سؤال موجه إلى ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي. المنتخب التونسي تألق في العطاء ضد مدغشقر وكانت النتيجة الأكبر في دوري ربع النهائي، هل من الناحية السيكولوجية هذا يعطيكم أسبقية على المنتخب السنغالي المنتخب المرشح للفوز بهذه النسخة من كأس أمم أفريقيا؟ صباح الخير، مرحبا بكم الكل. Je parle pas français, je parle que l'arabe. Je parle pas le français. Non. أنا أرفض التحدث باللغة الفرنسية يا فوت. S'il vous plaît, عفوا وعذرك. هناك معدات الترجمة الفورية لمن يريد أن يستمع إلى طه ياسين الخنيسي باللغة العربية. وثم تقع الترجمة باللغة الفرنسية. قدمنا فيها مردود طيب. مباراة السنغال باش تكون مباراة مغايرة، يدور لي دور نصف نهائي هذا اللي باش يكون حاضر أكثر، اللي باش يكون مركز أكثر هو اللي باش يربح. يدور لي الماتش هذا باش تلعب على جزئية صغيرة. إن شاء الله احنا من هنا الغدوة إن شاء الله نكونوا مركزين 100%، وإن شاء الله بقدرة ربي نتمكنوا من الفوز على المنتخب السنغالي. أنجلي. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais la dame dit que ce n'est pas de l'arabe, c'est du tunisien. Ce n'est même pas de l'arabe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon fablikom. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, la dame dit que ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. C'est l'arabe. الأخت المتواجدة تقول وأن ياسين طه ياسين لم يتحدث حتى باللغة العربية الفصحى وإنما باللهجة التونسية. Bon, la لربما لأن هناك مزيج من العربية والفرنسية. Ce n'est même pas de l'arabe, c'est du tunisien. المترجمة الفورية تقول وأن طه ياسين يتحدث باللهجة التونسية ولم يتحدث حتى باللغة العربية الفصحى. Écoutez. Bon, allez-y traduire. Hein? Oui, mais justement, parce que oui. Oh, silence, s'il vous plaît. Silence. نرجو منكم الهدوء. OK, s'il vous plaît, s'il vous plaît. عذرا. Bon. OK, on va continuer. سوف نواصل. OK, comme vous voulez. Micro. Micro. السؤال الأخير. Écoutez, ne vous mêlez pas de ça, madame. Dernière question. سؤال طه ياسين الخنيسي. طه، بعد الماتش الكبير نتاع مدغشقر، انتصار قوي برشا وبرشا 3-3، يخليكم موتيفي أكثر باش تربحوا المنتخب السنغالي؟ تاريخيا احنا متقدمين عليه، واللي الأجواء هذه الكل تخليكم نتصور الجو هذا الكل العام يخليك موتيفي باش تجيبوا ربح إن شاء الله غدوة. أول حاجة الحمد لله يا رب على فيكتوار كونتر مدغشقر. ثاني حاجة زوز مباريات معناتها ماهمش كيف كيف، يظهر لي معناتها هذاك تو دخل في الماضي، تو عندنا غدوة عندنا ماتش باش يكون أقوى برشا معناتها من المنتخب مدغشقر. باش تلعب على جزئيات صغيرة صحيح، معناتها إذا نلعبوا بنفس الأنفي بنفس الروح والقلايب معناتها
اللي لعبنا به ماتش غانا وماتش مدغشقر ان شاء الله معناتها نعملوا احنا اللي علينا والباقي على ربي وان شاء الله يكون الانتصار من نصيبنا. ميرسي بوكو. شكرا جزيلا لطاهي ياسين الخنيسي والسيد المدرب. هكذا ينتهي المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب التونسي ونتمنى له الحظ الاوفر.